لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لم تصدق السبب الرئيسي وراء استقالة توفيق شرف الدين من منصبه، أجبروني ويصدم التونسيين في تصريح جديد لتوفيق شرف الدين بعد مرور شهرين على استقالته من منصبه وتعيين كمال الفقي خلف له في وزارة الداخلية التونسية، حيث قال أن أبنائه أجبروه على الاستقالة بعد وفاة زوجته وهي من كانت ترعى أبنائه، ولكن بعد وفاتها وجد أن الأبناء سيكونوا وحيدين طول اليوم، ولكنه قال أمانة أخرى نادتني ورحلت من أجل ذلك، وهذا هو السبب الرئيسي لاستقالتي، وأبنائي هم أهم شيء في الحياة. وقال توفيق شرف الدين إنه سيحاول أن يكون على قدر الاستطاعة من هذا العمل العظيم. وقال البعض أن توفيق شرف الدين من أفضل الرجال الذين عملوا لتونس، هم من عملوا بإخلاص وخرجوا بوفاء من تونس، ونقدر ذلك ونحترم توفيق شرف الدين وأسرته. ودعا له الجميع لزوجته بالرحمة والمغفرة، ولأبنائه أن يحفظهم الله ويحميهم لتوفيق شرف الدين. اللهم آمين يا رب العالمين.